بسم الله الرحمن الرحيم. نتعلم اليوم إن شاء الله كيف ممكن أتعامل مع السونار أو ما يسمى هنا في برنامجنا ألتراسونيك، الحساس الخاص بالمسافات ما بين نفس الروبوت وأي عائق أو أي جسم آخر بالقرب منه. ممكن أن نسميه حساس التصادم أو حساس قياس المسافات. لتشغيل البرنامج في البداية يمكن استخدام لبنة العلم، أو يمكن استخدام من نفس الروبوت هذه اللبنة الأولى. اللبنة أو الحساس موجود هنا Ultrasonic Sensor. طبعا بالنسبة للمنفذ الجزئية الخاصة ب كأنها تشبه العين موصلة بأي منفذ. بالنسبة للروبوت الموجود عندي موصل بمنفذ 10، لذلك أتركه كما هو. فيمكن أن نقول عندما تكون المسافة أقل من 15 سنتيمتر مثلا، عندما تكون المسافة أقل من 15 سنتي أريد أن لا يصطدم بالحائط أو بالجدار الموجود أمامه، بل يرتد إلى الخلف. فيمكن استخدام هنا Repeat Until، أريده أن يتقدم إلى الأمام بسرعة 100 مثلا. إذن سيتقدم للأمام إلى أن تصبح المسافة 15 سنتيمتر، فسيخرج من هذا التكرار. ماذا سيحدث؟ سيتراجع إلى الخلف بنفس السرعة. يمكن أن أجعل هنا صوت، يصدر صوت عن نفس الروبوت باستخدام هذه اللبنة بلايتون. طبعا عندي هنا بعض الأصوات، هذه كلها نغمات مثل النغمات المتعارفة دوري مي فا سول، النغمات المتعارفة يمكن اختيار أي نغمة. وهذه عبارة عن سرعة النغمة هذه، إذا كنت تريدها سريعة أو طويلة أو قصيرة، فندعها كما هي. فماذا سيحدث إذا وصل 15 سنتيمتر وكانت المسافة أقل من 15؟ سيتراجع إلى الخلف مع إصدار الصوت. يمكن أن أجعل هناك لبنة انتظار، فطالما طول هذه الثانية سيتراجع إلى الخلف مع إصدار الصوت ثم يتوقف. السرعة صفر بمعنى يتوقف. هذا عندي برمجة الروبوت جاهزة هنا. ممكن استخدام تكرار، طبعا هذا كالفيديو الظاهر في بداية أو كأكل المقطع الظاهر في بداية هذا الفيديو، لكن لنرى عند استخدامنا للتكرار ماذا سيحدث. ممكن استخدام forever لتنتج عندنا النتيجة التالية.